شنو هما الاهداف ديال المدرسه العليا للاساتذه، وكذلك شنو هما التخصصات اللي كنلقاهم داخل هذه المدرسه. بالنسبه للمدرسه العليا للاساتذه، هي واحد المدرسه اللي كتخرجنا اطر مؤهله ومكونه في واحد المجال ديال التعليم، بما انها مدرسه عليا للاساتذه ذات جوده عاليه في التكوين. وبالنسبه للتخصصات الموجوده في المدرسه العليا للاساتذه في تطوان، كاين تخصص اللغه العربيه، تخصص اللغه الفرنسيه، تخصص الرياضيات، تخصص الاجتماعيات، تخصص علوم الحياه والارض، تخصص سبور، وتخصص التعليم الابتدائي. شنو هما الشروط؟ على الشروط اللي خصهم يتوفروا فيها مثلا باش اني ندفع لهذه المدرسه ونختار شي تخصص من التخصصات اللي كاينين داخل هذه المدرسه. بالنسبه للشروط، اولا ما يكونش الطالب ولا الطالبه يعني في السن ديالهم اكثر من 21 سنه، يكون حاصل او حاصله على شهاده البكالوريا. ما كيهمش واش شهاده يعني البكالوريا واش علميه ولا ادبيه، فسواء كنتي تلميذ او تلميذه ادبيه ولا علميه بامكانك انك الولوج لهذه المدرسه. من بين الشروط ايضا قلتي التخصص، كل واحد فيك يشوف شنو باغي. فحال مثلا انا كنت كنشوف راسي في انني استاذه ديال الابتدائي، فمشيت دفعت استاذه ديال الابتدائي. كل واحد كيشوف راسو انا بغيت نكون استاذه ولكن شنو التخصص بغيت نقري. فاللي كيبغي يقري استاذ ديال التربيه الاسلاميه كيمشي تخصص التربيه الاسلاميه، اللي كيبغي اللغه العربيه كيمشي تخصص اللغه العربيه، اللي كيبغي الفيزياء كيمشي الفيزياء، وهكذا. واحد الحاجه يجب ان نشير اليها، وهي بان مثلا اذا بغينا نديرو مثلا اجازه في التربيه في الدرس العربيه، فضروري خصنا نكونوا حاصلين على شهاده ديال البكالوريا في الاداب والعلوم الانسانيه ولا اللغه العربيه ولا التعليم الاصيل. يعني فخصنا نحترموا هذوك التخصصات اللي كاين تما، ونحترموا كذلك حتى النوع ديال البكالوريا اللي عندنا. عندنا حاجه اخرى اللي هي متعلقه بالتخصص ديال الابتدائي. علاش سناء بالضبط اختارت تخصص ابتدائي وما اخترتش مثلا تخصص مثلا ديال الاس في تي، باعتبار انها حاصله على بكالوريا في الاس في تي؟ بصراحه باش نكون معك صريحه، ما حاولت، ما كنتش عارفه انني يمكن لي انني ندفع تخصصات واحد اخر. يعني دابا اي تلميذ حاصل على بكالوريا يمكن له انه يدفع جميع التخصصات، والتخصص اللي تقبل فيه يعني يقراه. انا يا ما كنتش عارفه، وقلت باللي التعليم الابتدائي هو اللي عندي حظوظ اكثر انني نتقبل فيه. وايضا وكان كيعجبني داك الجو ديال الاطفال، وكنشوف غنشوف راسي معاهم اكثر من انني كنشوف راسي استاذه ديال الابتدائي اكثر من استاذه ديال التاهيلي او الاعدادي. وكنعرفوا سناء بان من بعد ما كندوزوا واحد المرحله كيف ما كانت، سواء في لافاك سواء في شي مدرسه ولا شي معهد، والسنه دابا وهي في السنه الثالثه ولا السنه الاخيره من المدرسه العليا للاساتذه، واش فعلا لقات داك الشيء اللي بغات؟ واش فعلا باقي المهنه ديال لونسينيومون ولا المهنه ديال التعليم باقي كتضرب ليها في راسها، ولا كتفكر في شي حوايج اخرين؟ سعيد اعتذر ما سمعتكش مزيان. ما سمعتنيش، قلت لك زعما من بعد ما دوزتي هاد 3 سنين دابا في المدرسه العليا للاساتذه، واش باقيه مقتنعه بانك تكوني استاذه ديال التعليم الابتدائي، ولا كتفكري انك من بعد ما تاخذي الاجازه ديالك تمشي ديري شي حاجه اخرى من غير لونسينيومون؟ لا طبعا باقا مقتنعه بالمهنه ديال التعليم، طبعا باغا نكمل في التعليم. وايضا يعني صافي ما غنحصرش راسي في مهنه التعليم، يعني يمكن لي انا استاذه وانا كنعمل حوايج وحدين اخرين، وما بين حوايج اخرين يمكن لي انني نزاول المهنه الصحافه اللي ما قدرتش انني نحققها، ممكن نحققها من زعما من بعد انني نخدم في التعليم انني نحصل انني نقوم بمهنه الصحافه.